السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلابنا في المختبر الثالث مادة الحاسوب تطبيقات جوجل التعليمية جوجل Application for Education. مختبرنا لهذا الأسبوع راح يتناول الموضوعات جوجل سيرش بالإضافة إلى جيميل وجوجل كالندر. حاضرة، اليوم راح يكون التطبيق العملي لمادة المحاضرة. أولا إنشاء حساب جيميل. إنشاء حساب جيميل مطلوب من كل طالب يحاول أن يفتح حساب جديد جيميل ويشوف الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء حساب جيميل. الخطوة الثانية بالمختبر مالتنا اليوم إنه إحنا نحاول أن ننجز عمليات البحث بالجوجل سيرش والجوجل سكولر. الجوجل سيرش من تجي تبحث عن أي معلومة تخطر ببالك، لكن بالنسبة إلى الجوجل سكولر راح تكون البحث بها عن المواد العلمية أو الأوراق البحثية المطلوب. أيضا مطلوب من عندك تجرب التقنيات اللي شرحناها بالمحاضرة في عملية البحث، استخدام التقنيات في عملية البحث مثل تقنية قواس التنصيص، مثل تحديد الدومين سايت والنقطتين الرئيسية، مثلا تحديد فترة زمنية، مثل الديفايند لكلمة. كل هذه الأمور اللي شرحناها لك بالمحاضرة بالإضافة إلى معاملات جوجل أثناء البحث مطلوب من عندك تجربها داخل المختبر. هذه تعتبر كخطوة ثانية، أولا إنشاء حساب جيميل، الثانية هي جوجل سيرش وجوجل سكولر باستخدام التقنيات اللي تطرقناها داخل المحاضرة. نأتي الآن إلى إنشاء فلتر للرسائل الموجودة في جيميل. بعد إنشائك للجيميل المفروض عندك أنت، يعني إحنا ما راح نعلمك شلون ترسل وتستقبل الرسائل، نعلمك في التقنيات بسيطة عن الجيميل. واحدة من عدها إنشاء فلتر. بالنسبة للبحث أنا شرحته بالتفصيل، تقدر بالمحاضرة تقدر أنت تجرب من خلال مربع السيرش، تفتح مربع السيرش وتقدر تضيف المعايير اللي أنت تريد تبحث على أساسها عن الرسائل. راح أنطيك الخطوات العملية لإنشاء فلتر في الجيميل، أيضا إنشاء مهام تاسك في الجيميل، هذه راح أشرحها، وتقويم جوجل أشرحها، هاي الخطوات الثلاثة راح أشرحها بشيء من التفصيل. نأتي الآن إلى تصنيف الإيميلات وفلترته. بالنسبة إلى إضافة فلتر إلى الرسائل، هذه طبعاً إضافة فلتر للرسائل راح يساعدنا أن نميز بعض الرسائل اللي تجينا، نقدر إحنا نعطيها توصيف معين أو نعطيها علامة معينة كأن تكون هذه الإيميلات لها نوع من الأهمية، بحيث نقدر إحنا نرجع لها ونعرف كل الرسائل الجاية من هذه الجهة، وبالتالي إذا كانت هذه الجهة مهمة ومطلوب من عندنا الرد عليها راح تنحصر ضمن جهة واحدة، خاصة إذا كانت هذه الإيميلات مهمة وعدد الرسائل اللي تجي لك على الجيميل كثيرة، فضيع هذه الرسائل المهمة داخل رسائل الجيميل. لإنشاء فلتر للجيميل عندنا طريقتين. الطريقة الأولى من أي رسالة موجودة، من أي رسالة موجودة تقدر تنشئ فلتر جديد من داخل أي رسالة جاية بالبريد الوارد. نتبع الخطوات، راح افتح حساب جيميل وراح اتبع الخطوات هي لإنشاء فلتر. طبعا الطريقة الثانية هي إمكانية إنشاء فلتر جديد من إعدادات جيميل اللي هي السيتنج. أجي على الطريقة الأولى أشرح لك إياها وبعدين أشرح لك الطريقة الثانية. راح انتقل الآن إلى حساب جيميل مفتوح وأحاول أن أشرح لك عملية إنشاء الفلتر.
نأتي الآن إلى الصفحة الرئيسية إلى جوجل من جيميل، أو إذا أنت عندك حساب مفتوح مباشرة تقدر توصل له، أو من خلال هذه جيميل تبدي تختار أنت الحساب اللي تشوفه مناسب حتى تبدي بالعمل. هسه نفرض أنه عندي هذا الحساب هو اللي مفتوح، هذا الحساب المفتوح وهذه الأنبوكس. تقدر هنا تنجز البحث من خلال مربع السيرش، هذه مربع، وتقدر تضيف المعايير اللي تريدها. هنا تنطي عنوان الرسالة، الجهة اللي مطلوب البحث عن الرسائل اللي جاية من عندها، وهنا تقدر تضيف الموضوع، وهنا has the word don't has، يعني هنا تحتوي على كلمات لا تحتوي على هذه الكلمات، greater than إذا تعرف الحجم مات الرسائل، الفترة الزمنية وغيرها. نأتي الآن إلى إنشاء فلتر. حتى نبدي ننشئ هنا فلتر لازم إحنا عندنا عنوان جهة معينة. مثلا لو نفترض، خلينا نشوف هنا، خلينا نفترض أنه مثلا الرسائل اللي جاية عندنا من هذا المكان اللي هو مركز الحاسبة، راح أخذ اللينك مات الإيميل وهنا أفتح لي from، أنطي الإيميل هذه بيست، ما راح هنا أضيف أي شروط، راح أسوي create filter. طبعا هنا تظهر عندنا هذه المعايير اللي أنت تضيفها للفلتر، skip to the unbox archive يعني تأرشفها، marked as read تعلم كمقروءة، start يعني تنطيها star، apply the label، إذا هنا أنا راح أخذ label معين أنطيها مثلا فد label معين new label، أكتب هنا أنا مثلا مركز الحاسب، مركز الحاسب الإلكتروني، راح أنطي create. هنا يطلب من عندنا هذه بعد معايير أخرى إذا تريد تضيفها. نشوف هنا الconversation المحادثات اللي جاية على هذا الإيميل عددها 31، راح أشرها يعني مو فقط الرسائل أريد حتى المحادثات. وهنا نكمل إجراءات اللي هي create filter، راح أجي أشر عليها. نشوف هنا بهذه الجهة وين هذا الخيار اللي هو more، انكتب عندي هذا العنوان اللي أنا اختاريته اللي هو مركز الحاسبة الإلكتروني. أقدر من خلال النقاط الثلاثة الموجودة هنا أقدر أتحكم بمثلا اللون، أنطيها مثلا فد لون معين، خلي أنطيها مثلا لون الأحمر. شوف هسه هنا كل شيء حاسبة إلكترونية صار باللون الأحمر، صار باللون الأحمر. ايضا هذه تقدر هاي اديتنج عليها، شو اذا ما تريد هذه، اذا كلها، اذا تريد فقط اللي انريد، اذا تريد تخفيها، اذا تريد تعدل عليها، اذا تريد تحذفها، اذا تريد تضيف سب ليبل اخر لها، تكون بهالطريقه واضحه. اذا تريد اجرب لك طريقه مره اخرى، هذه هنا نجرب الطريقة الثانية. هسه هذه الطريقة الأولى من الأنبوكس، نختار لنا أي إيميل، أي إيميل نختار لنا، ومجرد ما ننسخ الإيميل ومن خلال مربع البحث نضيف الفروم، نضيف هنا الإيميل ونسوي كرييت فلتر. طبعا من نضيف هنا هاي راح تتفعل وتكمل الإجراءات الخاصة بالشروط. إذا أريد عن طريق السيتنج، إذا عن طريق السيتنج هذه الطريقة الثانية، خلي أجرب لك خيار آخر غير مركز الحاسبة. هنا أنا مثلا see all setting، راح تنفتح عندي هذه التبويبات الخاصة بالسيتنج، هذه التبويبات الخاصة بالسيتنج. أجي أنا على filter and block address، أشر عليها filter and block address، وأختار من عندها create a new filter، أختار filter and block address و create new filter.
خلي ناخذ ما خزنا لنا ايميل. مثلا خلي اخذ عنوان مثلا اي شيء جاي لي من الريسيرش جيت، اي شيء جاي لي نوتيفيكيشن، اي شيء جاي لي من الريسيرش جيت، هذه كوبي ايميل ادريس، واروح على السيتنج واختار من عنده فلتر اند بلوكت ادريس. هنا انا عندي هذا السابق، الفلتر السابق هو عن مركز الحاسبه، اريد هسه كرييت نيو فلتر، انطيه كرييت نيو فلتر، راح يطلب من عندي الايميل، راح انطيه بالبيست، رايت كليك، طبعا رايت كليك كرييت فلتر. هسه انطاني قائمه بالشروط، شنو اريد من عنده، مثلا قال انطيه نيو ليبل، هنا اقول له ريسيرش جيت، اي شيء جايني من الريسيرش جيت يأشره. ايضا هنا أنا اذا كان عندي كونفرزيشن خليه يختارها واسوي كرييت فلتر. هنا أنا صار عندي هذه، تقدر تنطي فد لون معين، خلينا ننطي مثلا اللون الأخضر. مجرد ما أنت تضغط عليه هذه كل الرسائل صار بها عنوان اللي اجت من الريسيرش جيت. هذه الرسائل اللي اجت من الحاسبة الإلكترونية من المركز، وهذه اللي اجت من الريسيرش جيت، تقدر انت تجاوب عليها، صارت متعلمة وصار بها عنوان معين.